مساء الخير، مساء الفل على كل ست بيت قاعده متابعانا، ويا رب دايما تبقى متابعانا ومستنيه معايا تشوف وصفاتي من خمس مقادير وبس. النهارده مش هوجه حلقتي لست البيت بس، هوجه حلقتي لكل ام، هوجه حلقتي لكل برضو ام صغيره جديده بتشوف تعمل اكل ايه لاولادها، وهوجه حلقتي لكمان البنات اللي ابتدوا يدخلوا مع مامتهم كده المطبخ عشان نحبب اولادنا في الاكل ونعرفهم ان الاكل مش بس جانك فود ولا فاست فود ولا الحاجات الفرايد، ولا ان كل يوم لحمه، ولا ان كل يوم بروتين حيواني وفراخ والحاجات دي. عشان يعني يمكن انا بتكلم على البنات اكتر كمان علشان الهرمونز بتاعه الجسم بتتكون في السن الصغير. مفيش طفل او طفله او حتى احنا الكبار يعني كلمه برجر كده ما بتشدوش. النهارده هنعمل همبرجر، بس مش هنعمل همبرجر لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، هنعمل همبرجر مقاديره قليله جدا، طريقته سهله جدا جدا وصحي جدا وما يكلفش كده يعني، وحاجة على قد ايدينا بس لطيفة قوي. هنعمل همبرجر بطاطس. الولاد بيحبوا الفرايز وبيحبوا الهمبرجر، احنا هنعملهم الاثنين في حاجة واحدة. تعالي نشوف النهاردة هنعمل همبرجر بطاطس ازاي. عندي بطاطس مسلوقة ومهروسة، او انا بشراها علشان انا بقى عايزة الطعم بتاع البطاطس ما يبقاش زي العجينة يعني. وعندي شوية بقسماط، وعندي بيض اللي هو اللي هيمسك يعني البطاطس والبقسماط مع بعض، وعندي شبت وبقدونس. خلصنا الهمبرجر خلاص، فكل اللي هنعمله دلوقتي انا هسخن بس الطاسه بتاعت الزيت بتاعتي، هسخن بس الزيت. الهمبرجر ده او البطاطس، اقراص البطاطس اللي احنا هنعملها همبرجر البطاطس، كلمه يا جماعه برجر بتشد على طول يعني ودن الولاد كده يعني، فممكن تتعمل في المدرسه، لطيفه جدا جدا وخفيفه وسهله ومش مكلفه زي ما احنا شايفين. اللي هعمله موضوع ابسط مما يكون. البطاطس انا بشريها زي ما قلت لكم، ممكن تتعمل طبعا مهروسه، بس انا دايما بحب الخضار يبقى باين في الاكل يعني، حلوه ان البطاطس تبقى باينه كده حته بحتتها يعني. ادي كده تمام، لو احتاج تاخد تاني هاخد. عندي بيضايه، وهاخد شوية فلفل، فلفل اسود. احنا بنعمل اكل ولاد يعني، هحط شعراية بس كده فلفل اسود عشان ما يبقاش سبايسي عليهم. وسنة ملح، معلش احنا ممكن ايه الملح اللي وقع ده بالراحه كده ننضفه. لا هو مش ده الملح، مش ده الملح خير، هو قلب القهوه خير، بس ممكن احنا نعملها ده الملح خير مش مشكله. انا عايزه المفروض هحط عليها بقدونس، انا عايزه كمان شويه شبت. الشبت اختياري يعني، هم خمس مقادير، انا بس بحب ازود في الخضره يعني، مش كل الولاد كمان بيحبوا الخضره قوي في السلطه او كده، فدخليها لهم في اي اكل. ممكن كمان ننضف بس كده حوالينا. وهجيب البلانشه اقطع عليها بقدونس، ممكن لو اسهل لك كتير ان انتي مثلا بتفرمي البطاطس، ممكن في كبه ولا حاجه تروحي فارمه البقدونس وحطهم عليها على طول. البطاطس مسلوقه، مفيش اي حاجه هتاخد سوى خالص غير بس البقسماط يتحمر والبيضه تستوي، مش اكتر من كده. حط دقيق كده على جنب، وطي نار شويه. بس لو عملتي البقدونس او الشبت في الكبه، المشكله بس ان هي هتنزل معاكي ميه شويه، فانت الحل اللي انت تعمليه ان انت بعد ما هتتبلي البطاطس او تعملي الخلطه بتاعه همبرجر البطاطس اللي احنا عاملينها دي، تروحي حطاها في الثلاجه مثلا او في الفريزر حتى نص ساعه عشان تمسك معاكي شويه في الزيت يعني. اي حاجه بتتقلي او بتعمليها بانيه زي بالظبط التتبيله بتاعه الفراخ او اللحمه، بنسيبها ساعتين في الثلاجه، البقسماط خليها بس نص ساعه كده تمسك منك شويه في الفريزر.
كده تمام. هاخد شويه من دول على الخلطه بتاعه بطاطس مسلوقه وبيضايه وملح وفلفل، وكمان هاخد شويه بقسماط، ده اللي هيمسكوا لي قرص البرجر اللي انا هعمله. وفي اللحظه دي زي ما اولادك بيحبوا الهامبرجر اللي بنجيبه دايما من بره بيوتنا، ممكن كمان تقولي لهم بقى يدخلوا يساعدوكي دلوقتي وقت التسلية بتاعتهم، يعني عودي ان هم دايما يشوفوا الاكل بيتعمل ازاي. لبسته بالغلط غالبا. لو عندهم حتى عارفة الشغف والحب ان هم يشوفوا الاكل بيتعمل ازاي هيتبسطوا قوي هم بياكلوه جدا، وهيشوفوا طريقة جديدة للبطاطس اللي بدل ما ناكلها مثلا مقلية لوحدها. هو ده مقلي بس ده يدوبك هينزل في الزيت ثانية واحدة وهيطلع مش اكتر من كده. ومعلقة الزيت اللي ممكن تتحط يا جماعة علشان الاكل، سوري، معلقة الخل بتتحط على الزيت عشان الاكل ما يشربش زيت، انا لسه بقولها، ومش لازم تحطيها والزيت سخن، علشان في ناس كتير بعتوا سألوني ازاي هتحطي خل على الزيت ما هيطرقع في وشنا. بتتحط على الخل بيتحط على الزيت قبل ما يسخن، ومجرد بس اول ما يسخن الزيت تبتدي تشتغلي فيه على طول كده تمام. حسيتي ان هي عايزه بقسماط زودي، حسيتي ان هي عايزه بيضه كمان زودي. انا هشوف بس لما هتتقرص معايا على شكل البرجر هتبقى عامله ازاي. انا كل اللي فارق معايا ان هي تبقى بس ماسكه نفسها، هي تمام كده تقريبا. ممكن احط لها كمان شويه بقسماط. كده كويس قوي قوي. عايزه تعملي في البرجر ده تدخلي مثلا جزر مبشور، يا سلام، فانتي كده دخلتي كل الخضار مع بعض في قرص برجر من غير تكاليف بقى لحمه، من غير تكاليف فراخ، واسمه في الاخر همبرجر يعني. فاللي انا هعمله دلوقتي انا هاخد حته كده ونجرب نشوف بسم الله يعني هتبتدي تمسك معانا ولا لا. حسيتي ان انت عايزاها بعد كده تدخليها في بيضه وبقسماط تاني مفيهاش مشكله تماما تماما. احنا هنجرب اول واحده بس ونشوف هتبتدي معانا ازاي. ما مسكتش لان انا طبعا ما عنديش وقت في الحلقه ان انا ادخلها فريزر، ما مسكتش، هحط لها سنه بقسماط كمان على الوش. ممكن نحطها بس في بقسماط كده من غير بيض، احنا كده كده حاطين فيها بيض يعني. عايزه تزودي البيض زوديها، بس هي انا عايزاها تتقلب على طول، فهجيب شوكه كده واقلبها على طول معايا لانها مش هتاخد وقت خالص اهي. ممكن ابتدي بطبق وكليناكس كده عشان على طول اطلع من الزيت. اقول لك المقادير تاني للي ما شافوناش من اول الحلقه. بطاطستين مسلوقين ومبشورين، انا بشريها، عايزه تسلقيها ليكي مطلق الحريه، متقشرين، عليهم بقدونس اخضر، انا مزوده شبت، عليهم بقدونس اخضر، ممكن تحطي نوع خضار تاني زي ما بقول لك جزر مثلا، عليهم بضايه، ملح، فلفل، شويه بقدونس. عملتي احلى برجر في البيت، ما كلفكيش، ومقاديره سهله، بيتهيالي مفيش حد ما بيحبش البطاطس كبار وصغيرين والله. كده تمام، ما خدتش منك وقت خالص وما خدتش منك تكاليف ماديه تماما. وفي الاخر انت لو خليتي ولادك وقفوا جنبك هما اللي عملوا الاقراص بتاعه البرجر دي هيتبسطوا جدا يعني. ممكن تلاقيهم حتى وانتي واقفه كده، انا بنتي لما بدخلها معايا المطبخ تعمل معايا حاجه كده بس بعيده عن النار لان بنتي شويه صغيره،
عايزه اقول لك ان هي معرفش ليه، او يمكن انا كمان كنت في بيت امي كده مع امي واحنا صغيرين، لو دخلت المطبخ تعمل معايا حاجه هي اللي بتطلب بقى تشكل في اكلها ازاي. انا عايزه اقدمها بالطريقه دي، طبق شكله كده، احط مش عارفه خضار جنبها عامل ازاي، بتحس ان هي عملت مجهود يعني، فبتاكلها ممكن وهي لسه بتتقلي كده. تمام. انا عايزه لونها يبقى ذهبي، فاللي هعمله ابتدي بقى اطلع على طول. حلو قوي كده لونها بالنسبه لي انا. تمام اهو شكلها سهله، ما خدتش وقت، هي البيضه بس هي اللي هتستوي والبقسماط يديها لون مش اكتر من كده. يعني اهو ما شاء الله مسكت الخلطه، مسكت نفسها من غير فريزر. انتي بقى لو حطيتيها زي ما بقول لك نص ساعه بس في الفريزر قبل ما تشتغلي بيها، لو انتي قلقانه ان هي تفرط يعني البطاطس او البيض يطلع منها شويه او اي حاجه، هو البقسماط اللي احنا حطيناه معاها هو اللي ماسكها. فانا وانا بطلع باقي البرجر البطاطس من الطاسه هسيبك فاصل صغير جدا اكون انا طلعت حاجتي من الزيت عشان اقدمها، ونشوف هنكمل حلقتنا النهارده ازاي، حلقه خصيصا لاولادنا. يا رب كده اكون بحاول على قد ما اقدر ان انا اقدم لهم حاجات قليله بس فيها افاده كبيره. مستنياكم بعد الفاصل نشوف هنكمل حلقتهم ازاي.